لكن صعد لدور وما عندوش مجموعات. وقت كمان يغير الطريقه او الاداء او خالص الشكل خالص، لان الماتشات متلاحقه يعني، فما كانش ممكن يقدر يغير يعني. انا بس هتكلم على ناصر ماهر ميدو. ناصر ماهر من اللعيبه الجيده جدا، عنده كره كويسه جدا، عنده امكانيات لعيب كبير ان شاء الله، مشروع لعيب كبير باذن الله في النادي الاهلي، لكن ينقصه بس حته اللعب على الجول. ماشي، نقطه بشكل كبير يعني، فاهم قصدي؟ اللعيب اللي بيلعب في المركز رقم 10 ده، او اللعيب اللي بيلعب تحت الفيرود في حاله عدم وجود فيرود تاني، ده من ضمن المهام الرئيسيه بتاعته انك انت لازم تكون موجود في ال 18 اوقات كتير جدا. انت لازم تشتغل على الجول بشكل كبير جدا، انك انت لازم تعمل عمليه الربط ما بينك وما بين السنتر فيرود بتاعك بصفه دائمه، مش بس انك بتغير الملعب او بتلعب على اطراف الملعب. في طريقه 4 2 3 1 اللعيب اللي بيلعب تحت الفيرود ما بقاش مطلوب منه كتير انك تلعب على طرف الملعب. انا بشوف ناصر ماهر بيطلع بيروح على الاطراف، يروح شمال صح. ودي حاجه مهمه في بعض الاوقات، لكن في معظم الاوقات اللعيب اللي بيلعب رقم 10 في 3 4 2 3 1 دايما لازم يربط نفسه بحته ان انا بلعب كفيرود تاني، ده شغله مدرب بلاي ميكر وفيرود تاني. انت برضه خد لازم الحته دي لازم يشتغل عليها بشكل كبير جدا. شغله مدرب حسب المدرب بيقول لك ايه، بس خد بالك انا برضه كلاعب تمام لازم ابقى فاهم وعارف واجبات مركزي. تمام. مش بس المدير، انا المدير الفني هيقول لك اكيد هات جول، المدير الفني مش هيقول لك ما تجيبش جول، ما تلعبش مع الفيرود، لكن انا كمان كلاعب، بس المدير الفني يقول لك دافع، يقول لك تنزل تدافع مع تحت الكوره. اوكي، كل اللعيبه بتدافع، يقول لك اطلع على الاطراف، مفيش المدير الفني يدي لك مهام تسهل عليك انت الحاجات اللي عايزها. حلو، ده كلام جميل، بس مفيش مدير فني ما بيقولش اللعيبه دافعوا. كل المدير الفني، كل مدير فني في اي فرقه مع اي تيم كبير او صغير بيحط مهام دفاعيه لكل لعيب. لكن انا بكلمك على البوزيشن يعني، انا بكلمك على لعيب بيلعب في مكانه كابتن تحت الفيرود. انا النهارده لما اجي احكم على لعيب بيلعب تحت الفيرود لازم احكم عليه من حاجات كتيره مهمه جدا يعني. ان انا النهارده يعني كم اسيست انا عملت النهارده في المباراه، كم تصويبه على الجول، هل انا سجلت وما سجلتش اوقات كتيره جدا. بشتغل في بشتغل على نفسي في الحته دي، لازم اقيم نفسي في المكان ده، مش ما بقيمش نفسي انا كلاعب بلاي ميكر بس. انا ما بلعبش 4 4 2 بالطريقه التقليديه، واحد ميد فيلدر واحد قدامه. كلام مهم. انت عملت اعمل يعني لونج باسز ثرو باسز، انا بتكلم على في قلب الهجوم. لعيب فيرو لو قيمت ناصر ماهر، انا في رايي لو قيمت ناصر ماهر المباراه اللي فاتت هتلاقيه عمل نفس الحاجه اللي بتقول عليها بالظبط. صح مظبوط، بس خد بالك، لا لا خد بالك، لو قطع كلامك يا مستمر جاب معانا. بص بقى، انت عايز تحكم بقى ناصر ماهر، اتفرج على هايلايتس اللي احنا بنتفرج عليها لمده 3 4 دقايق دي. تمام. لو ملوش كرات مؤثره يبقى في حاجه غلط. النهارده لو هو كل كره مشارك فيها حاطط مثلا باص مؤثر لواحد راح انفراد او جاي من تحت ومسدد، يبقى لا، يبقى ناصر ماهر فعال على جول، يبقى هو شغال صح. هو ده المحصله بتاعته. انت عايز الجد بقى، انا رايي الشخصي يعني، اتفضل يا كابتن. النادي الاهلي عايز صانع العاب في نص الملعب. يعني ايه في نص الملعب؟ زي ما اسامه وبلال بيقولوا، مش يعني ناصر ماهر بطبيعته عايز، هو بيجيد الحته دي، عايز يرقص روح على الطرف اليمين الطرف الشمال، عايز يكمل. انت عايز واحد يلاعب الناس دي كلها. بس خلي بالك يا كابتن، لا انا اعترض على طول، اعترض على طول. ناصر ماهر واحمد حمدي في الاهلي لسه اول سنه سنين مع الاهلي. شوية النهارده شوف اللي احنا النقطه اللي بنتكلم فيها، عبد الله السعيد بدا ينطق بعد 3 4 سنين. انت مش واخد بالك، بدا يحط رجله في الملعب، مش واخد بالك، ماتشات كتير. انا ما بشككش في قدراته، بالعكس قدراته جميله جدا وحلو، بس انا يا اما يغير المدير الفني، يغير من طريقه لعبه شويه، ان هو يهتم بنص الملعب، يلاعب الناس. طب اقول لك على حاجه، من هنا وياخد من هنا. هي دي، انت عارف بقى لعيب نص الملعب ده مهم ايه؟ مهم الوقفه بتاعته، وهو لما الكره بتجيله انه يستلم ازاي ويتولي في نص الملعب. انا ممكن بس اتكلم على دي بعد اذنك يا كابتن. يعني انت هات الكره الباص راح كمل. لا بص بعد اذنك بس هاتها من تاني برضو. انا برضو من ضمن الحاجات اللي بلومه عليها فيها، مش يعني انا اثني عليه انه جاب جول كويس. لكن في نفس التوقيت يا كابتن، بص، انت اللي عملت الثرو باس، انت اللي عملت الهجمه. حلو. لكن كان طبيعي جدا انت كلاعب بتلعب فرو التاني في بعض الاوقات انك تكمل جوه ال 18. يعني في سبيس كبير جدا ما بين الكره وما بينه، لو في مدافعين واقفين صح الكرة دي مش هتخش الجول. يعني معلش، عيدها تاني يا سمير بعد اذنك. عيد يا سمير، بس هو اللي عمل السروب. ما انا بقول لك، انت عمل بس انت ما عملتش سوق، انت عملت وتكمل. بص بس عملها بص بعد بره. بص الكرة بعد اذنك يا ميدو، بص هو عمل السروب باس خلاص، اعمل السروب باس خلاص. بص هو واقف، لا واقف خلاص، هو واقف كده خلاص، بيتحرك تروت، بيجري تروت خفيف، فاهم؟ اهو هو خلاص بيجري تروت خفيف، ترد خفيف. انا الطبيعي جدا لما اعمل حاجه زي كده لازم اكمل جوه ال 18. هي دي الحته اللي ناقصه ناصر ماهر. بس الكوره جت له فين يا اسامه؟ دي بقى الكوره جت له على ال 18 النهارده. انت النهارده يعني اول ماتش، اول موسم ليه مع النادي الاهلي، لعب مثلا سبع ثمان ماتشات. وعليه ضغط كبير يا اسامه، اكيد ضغط كبير جدا، وعليه ضغط كبير جدا النهارده. بس خلي بالك، بشوف ناصر ماهر كل مباراه عن الثانيه بيفرق، كل مباراه عن الثانيه بتحس ناصر ماهر ان ليه شكل وليه اداء وليه بصمه دلوقتي في الملعب. بالظبط،
انا عايز بس نتكلم في نقطه. طالما انتوا بتتكلموا في النقطه دي، انا كبلاي ميكر لازم يبقى عندي حد من الديفندرات بيكمل ورايا كويس قوي عشان لاعبني، لازم يبقى عندي حد من السردباكات عشان طلع الكوره كويس قوي من تحت، لازم يبقى عندي راس حربه بيتحرك لي، اطراف بيتحركوا لي بيقطعوا لي عشان اعمل لهم السرو باس. ده الكلام. فانت سهل لي حتى 50% من اللي انا عايزه هتلاقيني انا بالصوره اللي انت عايزها. ولا ايه انت بتبصني بس كمل كمل بص يعني انا ايه البص عارف حميد، انا اقصد ايه اصلا، انت عايز متكامل يعني. انا اقصد اللعيب اللي بيبقى في نص الملعب اللي الناس كلها بتدور عليه. في دايما لعيب في نص الملعب كده اما بتتزنق هو صاحب الربط في الملعب، انت فاهم ازاي يا ميدو؟ اي كوره بتيجي في الزنقه ببص للراجل ده، هو ده اللي عنده الحلول. انه بيلعب وبياخد تاني وبيلعب سرو باص وبيستنى وبيربط بين الديفندرات وخط الهجوم. اللعيب التقيل اللي في نص الملعب اللي هو اغلب لعبه من نص الملعب دايره السنتر، ده اللي انا اقصده. هو لما يعني هو طبعا امكانياته طبعا ناصر واحمد كتير. حمدي اعتقد ان هم هيعملوا كده كويس. محتاجين بس محتاجين ماتشات كويسه، كم من ماتشات نصبر عليهم كاحمد حمدي وناصر ماهر، لا ان شاء الله يبقوا لعيبه واعده للنادي الاهلي نقدر نستفيد منهم لسنوات طويله ان شاء الله. لان انت فاكر بس انا برضو شايف الاثنين الديفندرات يعني غالبا في معظم الماتشات ما حدش بيكمل فيهم، سواء عاشور او السولية عن استحياء لما بيكمل، فانت عندك اثنين اوريدي بيدافعوا. فلازم الراجل اللي بيلاعب الناس. كابتن احنا مش عايزين نتكلم عن الماتش ده مقياس خالص، احنا بس بنتكلم ايه؟ لا احنا بنتكلم في الامور، الناس فاهمه احنا بنتكلم ايه. احنا مش عايزين لعيبه النادي الاهلي يبقوا مضغوطين لاخر سنه بالظبط. احنا مش بنوم على فكره، احنا مش بنوم، احنا نادي بس بوينتس كده صغيره. تمام، تقدر من خلالها تطور ادائك بالظبط. مش حاجه كنت بالعكس لي كده ليه بقى الاول؟ فهمني البصه دي. لا فهمني البصه دي حاجه من الاثنين، مش عاجبه الكلام. ما انا اهو يا عنده اعتراض. قول لي قول لي. لا هو انا عارف عاجبني بس ميدو مش واخد عليه ان هو بيفهم في الكوره قوي يعني. لا استاذ كبير ميدو جميل.